يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أنفقوا مما رزقناكم ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. أخرجوا الزكاة المفروضة وتصدقوا مما أعطاكم الله، أتدري لماذا؟ لأن المال ماله، والرزق رزقه، والفضل فضله. ثم كان الترهيب والوعيد من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة، حيث لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، حيث لا بيع فيه ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله، ولا خليل ينقذكم، ولا شفيع يخفف عنكم العذاب في ذاك اليوم. وخسر من لم يؤدي حق الله وحق العباد، وتعدى الحلال إلى الحرام. والكافرون الجاحدون هم الظالمون، فظلموا أنفسهم بالشرك بالله، وحالوا بين أنفسهم وبين الهداية، وجحدوا النعم، وآثروا البخل على العطاء والسخاء. نسأل الله العظيم أن نكون من المؤمنين المنفقين في سبيل الله. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.